يا شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الجميع بخير. تحياتي لكم جميعا. خبروني جماعه البصراويات، جيب بصاروه. اهل البصراوي، خلي نراويكم هسه العرافل وبيكم خير وتدللون كل المتابعين. اي واحد عنده طلب يطلب، وان شاء الله ما اقصر يا باللي اقدر عليه. تواصل وياي الولد ابو الارافل قبل كم يوم، طبعا حطونا لايكات، ترتيبات الحلقات واقعة. طبعا جايبة طيور جديدة هسه راح نكشف عنها. بس خلي شوي على الارافل. خابرني قال يابا ترى امجد هاي الارفلية طيرة. والله جسم طيرة. هاي شنو؟ شلون طيرة؟ هاي طيرة، هاي فحل. والله دخلت فحل عم، بس هو بالمقطع قايل لي هاي طيارة واحدة من هنا. والله ما ادري هسه اذا طيارة طيارة واذا فحل فحل. هاي زوجة محلوات وهاي زوج، وان شاء الله جايات البقية بالطريق، يعني مو بالطريق طلعا، لا يعني باكر موعدي ويا الولد اذا الله راد يسهل. باكر موعدنا ويا الولد. هاي جوز طيارة، بلكي الله طيارة وتزوج، يلا مو مشكلة. المهم اذا زوجت زوجت، ما زوجت احنا جايبين بعد شده مال ارافل، نبقي الحلوات. احنا كوين حلوات بس نبقي ان شاء الله فد 10 زواج من المكعكلات، يعني نبقينا على قد هاي المربعات 1 2 3 4 5 6 7 16 مربع، يعني 16 زوج 13 زوج 15 زوج، هسه عندنا يعني بقينا بعد فد 10 زواج. تمام، هسه نجي جماعه البصار وخبروني. جيب جبت لكم هسه طيور، يعني تعاتبوني بزعل. نقول لي امجد شنو هالجايبين؟ هسه خلصنا من جماعة البصار يعني هنشوف بعد منو يريد غير شيء هم نجيب له. تمام، هاي 3 كراتين، كل كرتونة بيها 10، يعني 30. تمام، اهل البصار حطونا لايكات، حطونا ترتيبات. هذا وبصار، وخلي نفتح. جبنا لهم تيادي، بيكم خير وتدللون. هاي فرقات تيادي، اي أيوة والله. هذا واحد هنسوي لها انبوكسين بعد. انتظروا جماعة البصار وانتظروا. هاي 2، هاي 3، هاي 4، هاي 5، هاي 6، خلي شوية تنشفن. هاي 7، هاي 8، هاي 9، هاي 10، هاي 10 فرخات تيادي ملقحة ودرجة أولى. هسا نفتح الكرتونة الثانية. جماعة البصارة وينكم؟ جبنا لكم كرتونة الثانية مال تيدي أمية. الله، هاي كرتونة ثانية أيضا تيدي لجماعة البصارة. شوفوا تيدي وجولدن، شوفوا ذني جولدنات، طيور ملقحة وكاملة، كملت من الخانات دزولي ياهن الولد صاحبنا. ما شاء الله ما شاء الله، صحة تمام، فول نشاط وحيوية. حكي عادل عمي، هاي 20 صار شباب، 19، هاي 20. تمام، هاي 20 فرخة. هسه عيني جماعة البصارة الكرتونة الثالثة بعد ما بيها مجال، هم تيادي، هم 10 اللق تيادي. هذا حلو، هذا الطير مختلف، حلو هذا. هذا من بنات جونسر اتصور. شوفوا الجمال، ملقحات بس راح القح المرت اللق. شوفوا ما شاء الله، ما اريد تفتحن قبل ويا الطيور مالتنا، لا خلي اليوم يرتاحن على حسب الاصول. وباكر لان جايات من طريق، شوف شو نبقي من هنا امه، وشوف شو نطلع.
تمام. ما بقي كلها 30 هواية، احنا هناك عندنا 27، بقينا مثلا فد 15 منها والبقية نطلعهن. هسه ايش راح اسوي شباب؟ راح افتح هاي الطيور، بس قبل لا افتحها راح اطب اخفف اشكال كم واحد من التيادة، فد 10-12 حتى يبدن يصعدن وينزلن. ونفتح الباب من يلا راجع لكم شباب. طبعا هسه خففت اشكال تقريبا 10، اي 10 تقريبا خففت اشكالهن. هاي كافي؟ لا والله يمكن 12 خففنا اشكالهن. الباقيات انه يطلعن ويطبن ما عندنا بهن مشكلة. ظني ما ادري شنو، ظني تياج انا حولتن وهي صارن، بس غير سغدة. بابا اريد ياكل من يمي. شنو هاي؟ ما زقاته والله، ما ادري يزقن. والله شباب دان ننطي اكل فوق يعني زايد دا انطي انطباع الفرخات ما ادري شلون. خمكيشن هسه نحاول نصعدهن، بلكي صعدن فد كم تيدي كم فرخ نتي. هادي هو اليوم الجو ما اعرف شلونه حد هسه ولا تيدي. هذا صعد واحد، شوفوا هاي هسه كلها صعد تيدي واحد. طبعا التيادي وياهن، ذني الثنين اللي جبتهن من الكسره هم وياهن، صعدن نزلن والله ولا ادري. وياهن هنا فوق المكعكل وياهن، الجولدن المصبوغ اخضر. وين هذا الجولدن المصبوغ اخضر؟ ذاك التيدي مالتنا الثاني وينه؟ التيدي الثاني مالتنا وينه؟ التيدي الثاني مالتنا وينه؟ اتصور صعد. هي ذاك وينه؟ صعد فوق. خلنا نصعد البقيه. بس هاي صعدت وجوه الفرخات، شوفوا ذني اللي قمزن. هاي 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 حط 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 حط. اها هاي زينة. بعد من بي حيل انت خففت اشكالك الابيض. عافية عافية. هاي مطخة القديمة، هذا مصعد. هاي زينة. بعد ها ذني الحمر خففت اشكالهن. كلها صعدت. كلها صعدت. بقى هذا الغبي من الغبي. يلا خلينا، انا مو مشكله اذا هي كم واحد انا بقى. بس الفرخات كم فرخ ما صعدات يعني، ذني بعدني ما مخفف اشكالهن. هاي كلش كافي. الملاحه مو حلوه شباب، الملاحة مو حلوة. هاي شنو هاي جواك بيناك وعود؟ يعني اليوم الجو ما ادري شلون. شوف الجو شباب، جو عجيب غريب. الطيور جوعانة تصعد الطبطو وتنزل. الجولد الاخضر ما صعد، الجولد شوي يريد نخفف اشكاله حتى يزوج يبدي يصعد ينزل. اتفرج عليهم طبعا ميتات جوعنا، لان بعدني ما معشي. بعدني ما معشي، احنا نعشي تقريبا بالاربعة هيجي، بالاربعة نعشي. فبعد وقت بعد يرادنا فد ساعة هيك يلا نبدي نعشيه. تعشيه قبل يروح يزق. هي شباب بدن ينزلن يصعدن. والله ذاك التيدي يسوي واس. شوفوا بابا يخلون لايكات ما يخلون؟ ها؟ يخلون لايك ما يخلون؟ يخلون دقدينهم خلون قول لهم خلوا لايك. خلوا لايك. ايه يلا خلوا لايك بعدين شباب. دكلي يلا اكلي. شوفوا شباب ظني اللي صعدناهن. شوفوا هسه كم واحد صعد منهم؟ 1 2 3 4 5 6 لطويرن 7 فوق 8 9 10 11
الجولدن 12 تقريبا 12 صاعدات والبقيه جوا، وذيك الوجبه بعدني يعني ما واصل يمها هاني. هسه ان شاء الله هم اصور لكم اياها وتترتب امورها. طبعا جايبين مؤذن صوته حلو يعني من تسمع الاذان، هذا واللي دي يأذن البعيد، هذا دي يأذن البعيد، وهذا الطفل ما شاء الله هم صوته حلو. اسمعوا يا شباب اسمعوا الاذان وراها نبلش. ما شاء الله شباب الحمر اخذوها بقت يعني ما شاء الله انطيناهم مقطع هو ضيعها طارق عليكم للنص وتيهنا منطي التليفون قلت له يا بستلم صعد يصور عازين الفرخات هنا انا مثل لكم المشهد انا عازين 70 فرخه تمام ودي يصورهم طارق ودي يسولف وشوفوا شباب النياشين وافتح له جنح الاشعل الاسود واقلب له وشوف ما شاء الله والولد هنا يسولفون ورحم الله والديكم للمتابعين و 13 متر 14 دقيقه نسولف ترى طارق ما يصور هذا تيجي شوفه هسه صعد من ذني الشكل جديد طارق اخذ ثلاث اربع فرات وحط هنا نزل بركه نص ساعه نسولف وهاي وهاي الجوزيات الشكريات المكعكلات وهاي الكمرليات وهاي الشعل المهم اخذوا هسه البارحه 56 وبقت تقريبا 60 اللي ياخذوها قلت لهم بعد اسبوع يعني بس اكو هسه 10 12 جاهزات اليوم هم يجي ياخذن البارحه الكراتين ما كفت القفاصه ما كفت هسه عندنا تقريبا شوفوا شباب مثلا هسه فوق اكو شيء فوق ماكو شيء هنا مثلا نبدي باع شوفوا شباب الجاهزات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يعني 10 ذاك الحبش هذا الشخط 12 بلو 15 هنا عدل بدرنقات هذا الاخ وتبقى عندنا 60 الاخ هيجي قلت له اسبوع تجي تاخذ البقيه شوف هذا هم جاهز هذا هم جاهز شوف ال 60 البقيه اللي يبقى يعني هاي اعمارهن يعني بعد لهن كم يوم يجهزن لا تنفخ لا خوشين بزون انت صباح انتبهت على شغلة من لقحة والأرافل اليوم الأرافل معوشات عبالك ما أعرف ليش وضعية النوتة والله ما أدري جوز اللقاح أثر عليهن جوز يصحن جوز ما مسحوقات بعدهن والله ما أعرف هسه هم طارق جايين نسوي لنا مقطع الثاني صوروا لكم
ان شاء الله هم نكمل لكم المقطع. يلا خلينا ننزل ساعه الجو. عيني شباب، طبعا هاي طبقتين زوجين وجهزن الطائره التيديه والفحل مالتنا القديم. طبعا طائره هاي طايوره شباب، انا قلت لكم طير نهار. طبقنا على هذا الفحل مالتنا يطير نهار حتى يصير نهارين. وهذا الزوج الثاني الفحل اللي صدناه اللي ما نعرف اصلا من فصله، ذاك اخذت لي 40 سود على هاي طيره جونسر. هم زوجات هسه همين راح احولهن، ما طول زوجين احولهن بهذا القفص، لان مو مال خانه، خال بيها زوجين خانات، لان كلهن زوجات. بس عندنا بعد هذا الزوج، هذا الفحل التشينه والطيره الجوا زوجات، بس ما توقف يمه، هم راح احولهن بالخانه. خليني استقرن. هاي انتهينا من هنا. الفرخات ذني مباعن اللي جبتهن اليوم، مو كلهن، بقيت لي 10 والبقيه بعتهن للولد علاوي ابو التاجي اللي اخذ الرمانيات مالاتنا، راسلنا عليهن هو موصيني سبحان الله. فحولت له ذني، راح ندز له 22 والباقيات انه تقريبا 10 فرخات، 8 فرخات، 8 فرخات راح نبقي انه. واحنا عندنا من هنا 27 فرخه او 26 فرخه، صار عم بل 33 فرخه، خير وبركه. 33 اذا بقى 10 من يمهن نعمه. طبعا لا على التعيين، صورت اللي هي عزلت من يمين قبل اصور لها 8 فرخات، هنا نفس الشكل كلهم خوات، كلهم راس واحد. كراس تيدي، كراس جولدن، اغلبها كراس تيدي كراس جولدن. هسه جاي السايق مالته تنطيه، هسه خمي هم يطلع لي واحد يقول لي ها هم بعتين هاي. عمي طيور جايبها بيع 10، بقي لي كم تيك وبيع البقيه تمام. 8 بقينا وعندنا ذن البقيه، خير من الله، هي بركه وبركات. عندنا محاولين طبعا فم زوج هنا أنا. مثلا بنات هذا الفحل الشتر على طيره فحلاكه، محاولين هنا أنا كم زوج. هسه ايش راح اسوي؟ راح اجيب ذاك الفحل الجولدن هم اذبه بالخانه، اذب له طيره. الفحل التيدي الثاني وينه؟ الفحل التيدي الثاني موجود هسه شفته، هم نذب له فالطيره. خلي زوجين وتواصل وياي ولد من حيقور من المتابعين، دز زبيري اخو هذا، سبحان الله طلع اخو هذا. بس شنو ذيله نصه ازرق وبايق شتافات قلمين، بس حلو لونه مقفل وجهه. المهم اشتريناه من يمه، باكر راح ادز له ولد من يم من جماعتنا قريب علي يمر ياخذه ويجيب لي اياه. قلت له ابو مخرج ما مخرج؟ قال والله ما ادري مشتري انا، بس راعيه قايله مخرج. بس طين نسخه من هذا كوبي هم من هيك لون، بس قلت لكم ديله شويه ازرق، شو عجبني الطير حلو نجيبه هم من نزوج اي شيء ونطيره. طبعا بالنسبه للانفاسره اللي خابرونا عليها راحت ما عاد هي بعد خلي تولي، اذا جزوناها ما اريدها. وبالنسبه للطيارة اللي لزمناها وقصيتها 4x4 مالود هم بينا، سبحان الله طائره بقصصها ورايحه، يعني 4x4 شلون طارت 4x4 وحاشه من جوا، مو تقول من فوق، من فوق تطير، بس 4x4 من جوا شويه صعبه. المهم همين هاي راحت ما ادري وينها، خطيره. سني الولد عليها قلت لي ابا بعد شو اسوي، والله ما لقيتها، والله ما لقيتها. هاي خالد هم مطير هذا، عرفه ما شاء الله خالد يطير تقريبا 18 20 رافل، بس ودني شاهين ارفلي احمر. هسه كان طائرات 30 في هذا واحد هنا نشوفه، سبحان الله شباب يجلد الطير يجلد. هسه البارعه دابو جيراننا جايب له كم طير شباب، ما يضيعون يعني ما يضيع الطير يمهم للامانه. ليش يجلد شباب؟ داير ما داير سطحه مفتوح، طير ينشم ريم ليسرى يبين، هاي شغله مهمه. يعني هسه مثلا سطع خالد، خلي اراويكم اياه، تعال هو فاتح دشر هسه، ابسط مثال هذا. شوف خومه اذا اقدر اتصوركم فيل وين بالسطح، بس الفكره انه شباب سطح مفتوح من اربع جهات، انه انت براحتك طير، طيرك يضيع من هنا يجي، يضيع من هنا يجي، يروح يسرى يمنه فوق جوا كل الجهات يجي، عكس ما انت بعد من يصير مثلا من هالصفحه انا بعد اشوف لا اشوفها، سبحان الله كل طيور تضيع حسب الاتجاه. عبالك يعني شغله عجيبه، عبالك الطيور تتقصد تروح بهذا الاتجاه اللي مال بيتونه حتى بعد لا اشوف لا اشوفها. بعد والله ما ادري يا شباب،
هي هاي الوضعيه، هاي الرمانيه على هذا الفحل مالتنا هم بيضت، يا تشوفوا هاي الرمانيه على هذا بيضت. هاي طيره بصراويه، عندنا بصراوي فوق هسه نزل نزوج عليها، طبعا خليه هندايات تفضلها انتن، كلهم بيضات، ذاك زوج مبيض، هذا مبيض، هذا مبيض، ذني زوجين مبيضات، ذني زوجين مبيضات، بقى عندنا هذا تشينا وطيرته، وحتى هذا هاي الطير الفوق هي زوجة المقضب مالتنا القديم، فما عليش ان شاء الله. طير خالد يمكن؟ شوفوا خلنا نصوركم ويانا، يعني ما شاء الله شوفوا. نياشين ان الاثنين بحامر. قلت له طلع هذا طار، طلع شلبت بي. هو طير طلع. رجع حط يمنه. كلش حلو. عاد احنا شباب لا يوقف يمن الارفلي، لا يوقف يمن الثار، والله عجيبه. كله من وراي البيتونه. يعني شو هم عندكم انتم قناعة انه البيتونة ما لها علاقة؟ هم واحد يكتب لي بالتعليقات والله يقول لي مثلا بيتونة امجد ما لها علاقة. عجيبة هاي البيتونة والله شباب عجيبة، ما اعرف مثلا برمودا وراها طير ما يوقف. يلا شباب عيني وصلنا نهاية المقطع، لايكاتكم ترتيباتكم، ان شاء الله نلتقي بمقطع جديد، تحياتي لكم.